كنت صحيح. السيد عسول مردين مراقب طبي في مستشفى اميزور. دونك اليوم الساعه 8 هكذا وصلنا خبر باللي كاين حادث حافله في طريق السياره هنا في مرجوامان اميزور. دونك قالوا لنا كاين دي بليسي، كاين بزاف لي بليسي. الور مع الصباح هذا كونسي موبيليزي جميع الفرق الطبيه والشبه الطبيه والجميع من المدير حتى وسمو الخدامين لجميع الخدامه اونسي موبيليزي باش كومبرون شارج، يعني باش نون برون شارج لي ديس لي بليسي هادو. دونك الحمد لله دخلونا ان 50 هكذاك دو بليسي. الحمد لله كاع لي بليسي سي دي بليسي شويه ماشي فريمون كراف، كاين شويه دي بلي هكذا كيتو مي بصح لي كا كراف ما عندناش لي كا كراف. ديجا حتى دروك خرجوا برسك خرجوا كاع، غير بقى لنا واحد اون اوبسيرفاسيون بالك العشيه هكذا ولا بالك غدوه وماكسيموم يخرج، مي سي با فريمون كراف. نشكروا جميع كاع اللي شاركوا في لا موبيليزاسيون هذه، الحمايه المدنيه ولا السلطات المحليه ولا السلطات الولائيه الخدامين تاع المستشفى اميزور اللي نشكرهم بزاف، قاموا بالواجب نتاعهم. اون امي تو لي بليسي اليز اون لي زامي تو لي تو لي اون اوفير تو لي مويان يعني باش نسقموا بهم. الحمد لله الحمد لله جاز، يعني ما كانش يعني اضرار كبيره الحمد لله. الابليسي كاع خرجوا، بقى لنا غير واحد، ان شاء الله العشيه ولا غدوه الصباح يخرج.